السلام عليكم خوتي الاعزاء، ان شاء الله تكونوا في صحه جيده. احد المتابعين قال لي مبلحي عندك بزاف ماكش دير لنا في اسعار السيارات الجديده، ماكش تروح لنا لي شوروم وتورينا السيارات الجدد عندهم. خويا العزيز خويا العزيز راح نوعدك من اليوم وروح بربي ان شاء الله بربي ان شاء الله نحاول اني دائما ندير سيارات جدد في لي شوروم. البدايه تاعنا خوتي الاعزاء راح تكون من عند شوروم هيونداي اللي نتمنى ان شاء الله في القريب العاجل يدخلوها للبلاد ويديروا الكونفنسيون تاعها. راح نبداو من السياره العريقه تاعهم سانتافي 7 بلايص خوتي العزاز. هذا سانتافي جديد خلاص خوتي العزاز، شحال يدير السانتافي هذا؟ على كل حال راهو في الايبريد او في الايبريد روشارجابل، اكيد راح يكون غالي بزاف. البري تاعو راه يدير ب 54000 اورو خويا العزيز، فيه محرك بقوه 265 شوفو، صراحه تحفه. اروح تشوف من الجهه اللي من هيه باش تبان لك هذه السياره شحال راها طويله. هذو اللي فات تاعو حال قدام، وهذا الشكل تاعها من الجانب، ربي يبارك ما شاء الله سياره تحفه. مام لاريير تاعها خوتي الاعزاز حاجه مش نورمال. هاو ليك لاريير تاع السياره السانتافي، ربي يبارك ما شاء الله. زيد خويا العزاز واش كاين السيارات هنا قدام الشوروم قبل ما ندخلوا لداخل خوتي الاعزاز؟ حاطين لك لا جام تاع هيونداي كامل. عندك هذه الايفان سياره من السيارات المتوسطه عند هيونداي، هاي ديجا مكتوب فيها فيكول فوندي، هذه تباعت ديجا هذه السياره. ايونيك 5، هذه ايونيك 5 سياره الكتريك 100% خاوتي العزاز، سياره كهربائيه 100%. هذه نهار الاول كي دخلت وراني داير عليها فيديو خاوتي العزاز، ربي يبارك ما شاء الله دخلت بسعر ما فاتتش 35000 اورو. كاين واحد نعرفه طاكسي ركبت معاه قال لي عندي صاحبي شراها درك يعاود راح يبيعها بيعها ب 40000 اورو. طلعت تلمو لقاوها ناجحه ما شاء الله، لقاوها ناجحه ياسر، ما بشكل تاعها زين خاوتي العزاز، فيها لي زوبسيون حتى تاعي من راسك. شحال دير هذه السياره؟ دير ب 46000 اورو و 887 47000 اورو تقريبا خويا العزيز. موتور اللي فيها خاوتي العزيز الكتريك 100% يولد قوه تاع 229 شوفو. كي نقول لك انايا 46800 خويا العزيز راك تحكي مليح على واحد المليار، راني نحكي عليه مليح على واحد المليار بدراهم السكوار، بصح لو كان تحسبها بسعر البنك خويا العزيز راك تحكي على حوالي واحد 700 مليون جزائريه، حوالي واحد 700 مليون جزائريه. هذه والله ما على بالي الاسم تاعها وشنو هي، هذيك اللي منها ايونيك 5. زيد هنا لبرا ما كاين والو مخلف التيكسون، هاوليك ثاني تيكسون هنا خوتي العزيز في الجديد يدير ب 37000 اورو خويا العزيز، يدير ب 37000 اورو. السياره ثاني فيها محرك ايبريد مازال ساشي في ال، ربي يبارك ما شاء الله. نروحو ندخلو دخلنا لداخل ونضربو طله خفافين ونشوفو واش عندهم سيارات، ربي يبارك فيكم ان شاء الله، ان شاء الله ما نلقاوش عراقيل فقط. شوف ربي يبارك ما شاء الله، شوف ربي يبارك ما شاء الله. هذه السياره وشني هذه؟ هذه بايون، هذه البايون 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 البايون. السعر تاعها خوتي العزاز يبتدئ من 18000 اورو 950 البري باد جرام. السياره اللي قدامنا هذه البري تاعها 27000 اورو، بصح تحفه 27000 اورو، راك تحكي على واحد 450 مليون جزائريه بسعر البنك، واحد 600 مليون جزائريه بسعر السكوار. شوف ربي يبارك ما شاء الله. هذا الانتيريور تاع السياره هيونداي بايون، لي سياج تاعها في التيسي تحفه زينه ما شاء الله، ميم لو كوك تاعها زين خوتي العزاز، جايه عقليه فاميليال خوتي العزاز، سياره جايه عقليه فاميليال. زيد خوتي العزاز واش كاين؟ هذه اللي ما عرفتش اسمها انايا، هذه شفتها الشكل تاعها زين ياسر بصح ما عرفتش الاسم تاعها انا. شوفوا الانتيريور تاع السياره الكتريك 100%، شوفوا السيارات الكهربائيه خوتي العزاز كيفاش يجوا دايرين. هذا لي فواتور تاع الكتريك 100%، عندك لي سياج كيما يسخنوا كيما يبردوا ربي يبارك ما شاء الله. لا اوت جام، لا اوت جام خوتي الاعزاز، هاوليك الفولون تاعها كيفاش، وهذا الطابلو تاعها ربي يبارك ما شاء الله. شغل لمسات حاله زينين كلاسيكي ياسر بصح زينين ياسر ربي يبارك. ميم لاريير تاعها خوتي الاعزاز تحفه ربي يبارك ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله زينة.
عندك لي باف هنا كيما راكم تشوفوا فيهم خاوتي العزاز، ولي باف هنا فينيسيون بوز. هاي ليك انا عمي بوز. واش اسم هذا السيارة وش حل دير؟ اروح اشوفها كيف كيف. هذه السيارة اسمها كونا، كونا ايبريد. السيارة تبدا من 33,400. هذه اللي قدامنا دير 39,900، 40,000 أورو تحكي ملي على واحد 600 مليون جزائري، 600 مليون جزائري بسعر البنكة، بسعر السكوار راك تحكي ملي على واحد 900 مليون. كاينة هذه عقلية التيسلا، تقول بورش الله يبارك، ان شاء ربي يبارك. عندها لي بواني تاعها كيفاش، شغل هذو من بعد كيدخلوا يولوا قد قد مع الاخر. تفتح شوف الانتيريور تاع السيارة. تسمى هيونداي دارت جاي تنفينيسيون تاعها بوز كيما راكم تشوفوا هنا. هذا الانتيريور تاع السيارة تحفة، بسم الله ما شاء الله. شوف لي رابوستات كيفاش دايرين، حيا شغل ما شاء الله. وهذو لي سياج تاعها خوتي العزاز. سيارة جاية شغل تشبه بزاف للبورش. شحال دير خردة كيما هذي، ما تحشمش ينبول حيت تقول عليها خردة. شوف 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 هذيك النعمة، شوف ربي يبارك ما شاء الله. شوف اللاد تاعها كيفاش داير، هذي اللي طفي الضوء لتيسلا. أنا نقولها لكم والله غير هذي اللي طفي الضوء لتيسلا. وشي هذي زعما تفتح الكوفر من هنا، إلكتريك. الله يبارك ذاك البحر، شوف ربي يبارك. فيرست إيديسيون. وعندك صوالحك هنا، والباتري طبعا تجي تحت السيارة. هوب طفي يا مولحي طفي، بصح تحفة الله يبارك ما شاء الله خوتي العزاز. هيونداي راحت بعيد راحت بعيد راحت بعيد. شو هذه التحفة الله يبارك ما شاء الله، ملاحة مليحة. هذه كاميرا 360 اللي راه تروفيزور كاينة. وهاوليك الانتيريور تاع السيارة. عندك لي سياج كامل الكتريك الله يبارك ما شاء الله، ان شاء ربي يبارك. ليلات يا خيرك يا ربي. هاي هذه شكون، انا ما نكذبش عليكم، انا اول مره نشوف هذه السياره من الانتيريور كيما هكذاك ما شاء الله. ايوي بصح ميم لا كولور تاعها جايه في الماط كيما هكذاك، بيبان تاعها خفاف لدرجه ما تصورهاش. واش كاين من هنا؟ كاين الايديس. اروح شوفوا الايديس شحال دير. ايديس بصح فينيسيون ان لاين لاود جام. شحال دير هذه؟ ما شفناهاش. شحال دير هذه خوتي العزاز؟ اروح شوفوها بشحال دير. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذه ايونيك 6، ربي يبارك ما شاء الله. بيسونس فيها لوطونومي تاعها خوتي العزاز، لاباتري تاعها تحكم لك حتى ل 519 كيلو. البويسونس تاعها 239 كيلو واط اللي هي 325 عود. البري تاعها 62,700 بلا اود جام قاعيتي المعمره لا توت اوبسيون 64,000 أورو. 64,000 أورو راك تحكي مليح على واحد المليار و 200. انا عميه بصح لو كان جات بسعر البنك السياره هذه دير 950 مليون جزائريه. بصح تحفه، اعطونا رايكم بكل صراحه في هذه السياره. الله يبارك ما شاء الله. روحوا نرجعوا للايديس. الايديس الايديس هاي ديك الايديس ان لاين، هذه الايديس الجديده ما مش دايرين فيها البري. بصح هذا ما يمنعش اني نوريها لكم من الانتيريور كيفاش. ان شاء ربي يبارك الانتيريور تاع السياره. هذا الطابلو تاع السياره في البوات مانيال مليحه. ايديس ما مش دايرينها البري خاوتي العزاز. انا عجبتني هذه، هذه روعه. وهذه الزوجه نروح نشوفوا من هي واش كاين. شوفوا ولاو يبازو بوكو بليس قاعدين على الالكتريك، راهم كاع سيارات بالالكتريك. هذه تيكسون شفناها قبيل دير 36,000 أورو قريب 37,000 أورو جديده. تيكسون ثاني شباب بزاف خاوتي العزاز. هاي ليك تيكسون للبلاد والله غير هذاك. واش هي اللي قلتها تاعنا تاع البلاد؟ واش هو ماذا بك في المازوت ولا في الايسونس؟ هيونداي ناجحه. وهذه واش هي؟ هذه الكونا. واش راح نقول لكم خوتي العزاز، كان هذا الفيديو تاعنا لنهار اليوم. هاي ليك التيكسون خوتي العزاز. التيكسون تبدا من 30,800. هذه اللي قدامنا هاي 36,200. الله يبارك ما شاء الله.
واش راح نقول لكم خاوتي الاعزاء، كان هذا الفيديو تاعنا النهار اليوم. ضربت معكم دوره خفافه هنا عند هيونداي. خاوتي الاعزاء صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ضربت معكم دوره خفافه عند هيونداي، راكم دخلتوا معايا وخرجتوا معايا الحمد لله لك يا ربي، ما كاش اللي هضر معايا وديرونجاني. المره اللي فاتت غاضتني كي جيت هنا لهيونداي لقيت واحد عربي، راني نحكيها لكم. هذه الخطره اللي فاتت لقيت واحد عربي، والله غير عربي، وعرفني كي دخلت قال لي اه سي توا كي في لي فيديو ما. قلت له وي والله انا فرحت، انا قلت راح يقول لي ايه فيلمي. اه نو انتردي الفو با فيلمي لي فيديو، اه الفو با فيلمي لي فواتور. قعدت نغزر فيه، بعد انا قلت وش هي حاجه ممنوعه؟ ما كانش حاجه ممنوعه، هي كاع راني دوكا قريت عليها وقال لك ما دام ما تفيلميش البيرسوناج وما دام ما تفيلميش اشياء خاصه تاع الناس، زعما قال ما دخلتلكش للصال دو با تاعك وراني فيلمي فيك. تسمى هنايا انا قريتها هنا في القانون الفرنسي، ما يمنعش، ما يمنعك دير لايف، ما يمنعك تصور لبرا، ما يمنعك حتى حاجه. وشن هي قدروا يديروا لك المشاكل ويعيطوا لك لي جوندارم وصوالح هذو. الجوندارم كيجو بمجرد انهم يشوفوا بلي راهم يتعاملوا مع التيب تاعنا احنا العرب، ديجا راح يديروك معناتها يديروا لك سبيتش كبيره. من الاحسن انك تيفيتيهم كاع وخلاص. واش راح نقول لكم، ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاعنا نهار اليوم خاوتي الاعزاء. ضربت لكم دوره عند الشوروم تاع هيونداي، ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو. ما تنساش لايك لا فيديو، بارطاجي لا فيديو مع اصحابك، طاقي اصحابك في لا فيديو، ونتلاقاو في ساعه زينه ان شاء الله. السلام عليكم.